مساء الخير يا جماعة، شايفة في 10 على اللايف. الله يعافيك صلاح. كنت خايفة يفتح على صفحتي زي المرة الماضية، عشان هيك سكت، كان لحظة صمت. يعني المحاضرة الثالثة أو البارت الثالث هذا كثير قصير طبعا، يعني هو آخر واحد بالريسبيراتوري. إن شاء الله بضل عليكم 3 مواضيع اللي هم على الأغلب جي آي ورينال وإندوكراين، برضو كثير سهلين عادي يعني، بس الجي آي شوي طويل، بس كله بمر عادي مش مشكلة. فالمحاضرة الأخيرة بالريسبيراتوري بدأ، يعني حكينا بالريسبيراتوري، حكينا أناتومي، حكينا عن كيف بتنتقل الغازات من وإلى اللانكس، كيف وشو العضلات اللي بتساعد، وحل والإنسبيريشن والإكسبيريشن، حكينا عن كل هاي المواضيع. هسه رح نيجي نحكي عن الريجوليشن أو الكنترول أوف ريسبيريشن، أنا كيف جسمي بيتحكم بالريسبيريشن، هل هو بحاجة إنه يزيد الريسبيريشن الريت تاعه أو يزيد أو يقلله. كل هاي المواضيع رح نحكي عنها بهاي المحاضرة إن شاء الله. الله يعافيك سجا. طيب خلينا نبلش فيها. طبعا بالريجوليشن أو الكنترول للريسبيريشن في عندي أكثر من طريقة. أول طريقة لحتى أتحكم أنا بالريسبيريشن، أتحكمه عن طريق النيورال ميكانيزم، النيورال ميكانيزمز اللي هو عن طريق السي إن إس، تمام؟ طبعا بتحكم فيه يا إما فولنتري يا اما اوتوماتيك كنترول. شوي يا رب ما يكون فتح على لا. فانا بتحكم فيه يا اما بفولنتري كنترول باي ستيمولييتنج ذا سيريبرال كورتكس، طبعا اكتيفيتد اونلي وين يو نيد فولنتري تو انكريز ذا ريسبيريشن ريت اند ديبث. يعني انا قاعده مرتاحه فجاه قررت انه انا بدي اتنفس، او الدكتور حكالي تنفسي بعمق، او مثلا بطئي التنفس تاعي. فبهاي الحالة أنا فولنتيرلي قاعدة بتحكم فيه عن طريق السي إن إس، بإني أعمل اكتيفيتد لشو؟ للريسبيريشن ريت أند ديبث، أوكي؟ من خلال شو طبعاً؟ السيريبرال كورتكس. بعدين في عندي الأوتوماتيك كنترول البونز أند ميدلا اللي هم فيجيتيتيف فانكشن، طبعاً موجودين بالبرين ستيم زي ما أنتم عارفين بالأناتومي، activated all the time and responsible for our unconscious breathing. يعني أنا بكون قاعدة مش قاعدة، ما في حدا بيحكي لي تنفسي depth أو غير طريقة التنفس، يعني هدول موجودين بكل الوقت بكل الوقت، يعني زي أي حدا قاعد بتنفس مش حاسة حاله فعلياً، تمام؟ هدول وين بيكونوا موجودين؟ بالبونز وبالميدلا. فالبونز والميدلا أوبلونجاتا شو بيكون فيهم؟ أوتوماتيك كنترول. أوتوماتيك يعني أنا ما بتحكم فيه، هو كل الوقت شغال وأنا مش حاسة فيه أصلاً، أنا unconscious لأني قاعدة بعمل breathing، أوكي؟ بينما الفولنتيرلي كنترول يعني أنا بدي أتحكم فيه، هاد بيكون بالسيريبرال كورتكس. أساساً إذا بتتذكروا بمحاضرات قبل بالأناتومي أو بالفيسيو كان في رسمة عن إنه كل ما طلعنا لأعلى كل ما زاد التعقيد بالفانكشن. فأنا كل ما طلعت لأعلى كل ما زادت يعني إرادتي الحرة، إنه أنا فولنتيرلي بدي أعمل ريسبيريشن، أزيد الريسبيريشن ريت أند ديبث. فأكيد حتكون هاي الفانكشن وين موجودة؟ بالسيريبرال كورتكس اللي هي أعلى مناطق الدماغ، لأنها أعقد العمليات اللي بتكون فولنتيرلي، أوكي؟ بينما الأوتوماتيك يعني موجودة عند كل الكائنات الحية أساساً، وين تكون؟ أكيد دون، يعني أوطى إشي بالبرين ستيم اللي هو وين؟ بالبونز وبالميدل، أوكي؟ الطريقة الثانية اللي بقدر أتحكم فيها بالريسبيريشن اللي هي الكيميكال كنترول. فالكيميكال كنترول respond to change any change with CO2 and O2 levels by sensed by chemoreceptors central موجودة بالبرين and peripheral in blood vessels. يعني الكيميكال كنترول بيحس لي قد إيه أنا عندي بجسم هذا الشخص CO2 وO2 levels. طبعا هذول الكيمورسيبترز وين بيكونوا موجودين؟ يا بيكونوا central بالبرين، تمام، يا بيكونوا بريفرال بالبلوت فيزلز نفسهم، بيحسوا بالبلوت فيزلز نفسهم اذا تغيرت عندي الليفلز للسي او 2 او الاو 2، برضه بيكونوا موجودين بالبرين، برضه بحسوا لهاي الليفلز اذا تغيرت سواء سي او 2 او او 2. طبعا هسه رح نحكي بالتفصيل عن كل واحد منهم ومين اللي بياثر اكثر، تمام. المين جولز اوف ريسبيراتوري كنترول سيستم، ايش اهم جولز للريسبيراتوري كنترول؟ انه شو يعمل جنرال، as a general يعني انه يصير في عندي الالفيولار فنتيليشن سفيشنت تو مينتين نورمال بلود جازز. مهمته الأساسية زي أي هوميوستاسيس، زي أي كنترول سيستم بده يحافظ لي على الهوميوستاسيس، فأكيد بده يعمل الألفيولار فنتيليشن سافيشنت، بيكون كافي بنسبة إنها تحافظ على النورمال بلاد جازز، ما يصير عندي أنا كإنسان هايبوكسيا زي ما إحنا عارفين وأخذنا بمحاضرات قبل الهايبوكسيا كيف بتأثر على الأعضاء، كيف في أعضاء ما بتستحمل أكثر من دقائق يعني كثير قصيرة زي البرين زي الهارت، هاي الأشياء كلها.
في عندي برضو من الجولز الثاني له انه يعمل ادابت للتشينجينج انفايرومنتس اور ميتابوليك نيدز زي الاكسرسايز. يعني بحاله الاكسرسايز هاي زي حاله الاكسرسايز لما انا اكون قاعده ومرتاحه، كميه الاكسجين اللي انا بدي اياها بالاكسرسايز زي اللي انا بدي اياها وانا قاعده ومرتاحه؟ طبعا لا. بالاكسرسايز مثلا بدي ازيد الدبث والريت للريسبيريشن لحتى اوصل الاكسجين اكثر، لانه العضلات قاعده بتعمل كونسومشن للاكسجين بشكل اكبر من العاده او اكبر من الريست. فبهاي الحالة الكنترول الريسبيراتوري كنترول سيستم هو بده يشتغل، مش بس لحتى انه يحافظ على النورمال بلاد جازز، لا بده كمان يزيدهم بهاي الحالات. فبده يعمل ادابتيشن لاي تغيير بالانفايرومنت تاعت جسمي، اذا صار في عندي نيدز اكبر للاكسجين او صار في عندي اسيدوسيس فهو بحاجة انه مثلا يعمل اكسبيريشن بشكل اكبر ويزيد الدبث للاكسبيريشن لحتى يتخلص منها. فبرضه بده يحافظ على النورمال بلاد جازز وبده يعمل ادابتيشن. يعني شو ادابتيشن؟ انه يتأقلم مع أي تغيير صار جديد بجسمي، يعني سواء بدي أزيد الريت أو أقلله. تمام. الكنترول أوف ريسبيريشن عملية التحكم، في أكثر من جانب لازم أهتم فيه بعملية الكنترول كجنرال. يعني بدي يكون في عندي سنترال كنترولر أو ريسبيراتوري سنتر، وين بيكون موجود؟ بالبرين. في عندي كنترول أساسي هذا اللي بيتحكم أو بيرسل الأوامر أو بيستقبل الإمبالسز، وين بيكون؟ بالبرين. وفي عندي سنسرز اللي بيحسوا أساساً إنه في تغيير، قاعدين بيحسوا إنه في أي، يعني بيحسوا النورمال والتغيير، يعني هم اللي بيرسلوا الوضع، بيرسلوا يعني بيرسلوا لهذا الكنترول اللي بالبرين إنه هاي الوضع الحالي عندي يا إما نورمال يا إما في تغيير. تمام. فبحاجة لسنسرز برضو، وبحاجة لأفكتورز. الأفكتورز اللي من خلالهم هذا الكنترول بيرسل انه انا بدي اعمل التغيير الفلاني، بدي ازيد الريسبيراتوري ريت. طب كيف بيرسل هاي السيجنالز؟ في عندي افكترز، هذول اسمهم افكترز اللي بيرسل من خلالهم، اللي هما مين؟ في عندي الفنتيليشن ماسلز زي الماسلز الديافرام، الانتركوستال ماسلز، الابدومينال ماسلز، هذول اللي بيعمل من خلالهم هذا الكنترول الاكشن. انا بدي ازيد الدبث للريت اوف ريسبيريشن، بدي ازيد الريسبيراتوري ريت، كل هذول مين بدي يساعدني فيهم؟ اول شيء الفنتيليشن ماسلز، هذول هم افكتورز بالنهاية، يعني هم اللي بدهم ينتجوا الافكت اللي بدي اغير فيه الريسبيراتوري ريت مثلا او الدبث. ديافرام، انتركوستال ماسلز، وابدومينال ماسلز، واكسسوري ماسلز اللي اخذناهم بالمحاضرة اللي قبل. تمام. الكيميكال كنترول اوف ريسبيريشن حنحكي عنه برضو. اني انكريز اور ديكريز بهذول الثري مولكيولز ويل ليد تو ستيمولييت ذا ريسبيراتوري سنترز تو ميك ريسبونس. في عندي ثلاث مولكيولز، اي تغيير فيهم راح يتحفز عندي الريسبيراتوري سنترز بالبرين انه يلا اعمل لي ريسبونس، لانه حاليا في عندي تغيير بجسم الانسان ولازم ريسبيراتوري ريت او ريسبيراتوري ديبث او ريسبيريشن ان جنرال العمليه لازم يصير فيها تغيير. مين هم هذول الثري مولكيولز؟ الكربون دايوكسيد، الاكسجين، والهيدروجين ايونز. اوكي. types of receptors in the respiratory systems. في عندي receptors بالrespiratory systems أنواع. في عندي إشي اسمه ميكانو receptors، في عندي إشي اسمه كيمو receptors. هنشرح عنهم الاثنين. هدول الreceptors اللي بيحسوا التغييرات، ويعني بتقدر تحكوا عنهم sensors. هدول في منهم نوعين، الميكانو والكيمو receptors. بس قبل اللي أبلش فيهم هنشرحهم الاثنين. أشوف في حدا عنده أي سؤال. الله يعافيك عبد الله. الله يعافيك لين. تمام، خليني ارجع. راح نبلش نشرح عنهم واحد واحد. تمام. الميكانو ريسبتورز هم بيكونوا اتس سلولي ادابتنج ستريتش ريسبتورز، لهم اسم ثاني الميكانو ريسبتورز، اسمهم انه السلولي ادابتنج ستريتش ريسبتورز، هذا اسم ثاني للميكانو ريسبتورز. وين بيكونوا موجودين؟ بيكونوا موجودين بالبرونكيال ايرويز، بالطريق تاع البرونكاس اللي رايحين على اللنجز. بهذول البرونكيال ايرويز على جدار هاي البرونكاس، على جدارهم تمام من جوا بيكون في عندي هدول الميكانو ريسبتورز، او زي ما حكينا اسم ثاني لهم سلولي ادابتنج ستريتش ريسبتورز. مهم تتذكروا اسمهم الثاني لانه على الاغلب ما حيجيب لكم بالامتحان ميكانو ريسبتورز هيك، يعني ممكن يجيب لكم سلولي ادابتنج ستريتش ريسبتورز. فانتم بدكم تتذكروا من اسمها فيها ستريتش وسلولي ادابتنج، من اسمها ميكانو يعني في حركه، في ستريتش بالموضوع. فستريتش هي حدد لكم انه الريسبتورز هذول ميكانو ريسبتورز، وين موجودين؟ بجدار هاي البرونكيال ايرويز، which mean it prevent overstretching of the lung and prevent rupture, terminate the inspiration, in addition to make an expiration process. This mechanism is called
برضو لها اسم. هاي الميكانيزمز اللي بتشتغل فيها يعني في عندي ميكانو ريسبترز او سلولي ادابتنج ستريتش ريسبترز وين موجودين حكينا بالبرونكيال ايرويز بيمنعوا الاوفر ستريتشنج لللنج وبريفنت رابتشر. مهم تتذكروا انهم بيمنعوا الاوفر ستريتشنج لللنج نفسها لللنج, هم موجودين بجدار بالبرونكيال ايرويز صح, لكن مهمتهم يمنعوا الاوفر ستريتشنج لللنج تمام وبريفنت انه يصير لها تمزق. طيب فكيف بدهم يمنعوا الاوفر ستريتشنج لللنج؟ من خلال انهم يوقفوا الانسبيريشن. ستوب, انت كبني ادم ما تتنفس, ما تاخذ هواء اكثر لجوا رئتك, لانه انا ما بدي اياها تنفجر, ما بدي اياها يصير في عندها اوفر ستريتشنج لللنج. اوكي, فبهاي الحاله لازم اوقف الانسبيريشن. مين اللي بيكون بيشتغل بهاي الحاله؟ هم هدول الميكانو ريسبترز او سلولي ادابتنج ستريتش ريسبتر, بيوقفوا الانسبيريشن وبيشغلوا الاكسبيريشن لحتى ما يصير في عندي اوفر ستريتشنج اور اوفر انفليتنج lungs or prevent rupture, ما بدي اياها تنمزق. اوكي, فبشغل هاي الميكانو ريسبترز لحتى تمنع هاي الشغله. وين بيكونوا موجودين؟ مهم تتذكروا بالبرونكيال ايرويز. الميكانيزمز اللي بيشتغلوا فيها اسمها هيرينج بروور ريفلكس, مهم تتذكروا اسمها كمان تمام. سيجنيفيكانس لهاي سيجنيفيك. طب انا ايش بتهمني هاي الهيرينج بروور ريفلكس او وظيفه هاي الميكانو ريسبترز؟ اتس سيجنيفيكانت اونلي ان ذا سيتويشن اوف انكريز انسبيريشن اور ديزيزز. يعني بهم اتذكر هي هاي الميكانو ريسبترز بتساعدني للكنترول اوف ريسبيريشن, هي واحده من الاشياء اللي بتعمل لي كنترول للريسبيريشن صح. طيب باي حاله بتشتغل, باي حاله بتعمل لي كنترول؟ بتعمل لي كنترول او بتفيدني بحاله واحده, انه انا في عندي زياده بالانسبيريشن او مرض عندي ديزيزز, مرض قاعد بيعمل لي زياده برضه بالانسبيريشن. بهاي الحاله لازم اشغل هدول الميكانو ريسبترز لحتى يمنعوا الاوفر انفليتنج اور اوفر ستريتشنج لللنج من خلال انهم يوقفوا الانسبيريشن ويبلشوا يشغلوا الاكسبيريشن بروسيس. فبهاي الحاله بمنعوا اللنج من انها تتوسع بشكل زياده. Normal adults receptors aren't activated at end normal tidal volumes. طبعا بالنورمال انا كشخص نورمال ما رح يشتغلوا هدول الريسبترز. ليه؟ لانه اللنجز تاعتي ما بتستقبل اكثر من التايدل فوليومز اللي حكينا بالمحاضره الماضيه. كم التايدل فوليوم؟ 500 مل صح او نص لتر. انا كبني ادم طبيعي نورمال ادلت ما عندي اي ديزيز, ما حيصير في عندي انسبيريشن باكثر من 500 از تايدل فوليوم, اكثر من التايدل فوليوم ما رح يصير عندي. لكن زي ما حكينا بحاله الديزيز اللي بصير فيها انكريز بالانسبيريشن هون بتبلش تشتغل. فاز نورمال ادلت مهم تتذكروا بالناس النورمال ما بتشتغل, يعني انتم ممكن تتخربطوا. ما هي كنترول سيستم معناته عند النورمال لازم تكون موجودة. نو, هي كنترول سيستم بتشتغل بحالة الديزيز او بحالات انكريز انسبيريشن ديو تو ديزيز. اوكي, لكن انا كنورمال ادلت ما بيكونوا شغالين عندي, فما تتخربطوا رجاءا انه هي كنترول سيستم فمعناته الكنترول سيستم بيكون موجود وبيشتغل بالنورمال بالناس النورمال صح. اوكي, لكن هاي بتكون تشتغل تمام موجودة عند الكل, بس ما بتشتغل الا اذا كان عندك مرض زايد لحالة الانسبيريشن. اوكي, بهي الحالة بصير في عندك الميكانو ريسبترز بتشتغل بالبروسس اللي اسمها هيرينج بروور ريفلكس. اوكي, مهم تتذكر وما تنسوا هاي المعلومة. become important during exercise when tidal volume is increased. برضو من الحالات اللي بتشتغل فيها بالاكسرسايز. ليه؟ لانه بالاكسرسايز اساسا انا بدي اكسجين اكثر, فالتايدل فوليوم ال 500 انا ما بكفيني, فاساسا بهي الحالة بزيد التايدل فوليوم. فمشان ما تنسوها اتذكروا انه الميكانو ريسبتر بتشتغل باكسبشنز. شو هما الاكسبشنز؟ عندي انكريز انسبيريشن سواء بسبب مرض او بسبب اكسرسايز لنورمال ادلت, يا اما حدا انسان طبيعي قاعد بعمل اكسرسايز بشكل عنيف فزاد التايدل فوليوم عنده. فهاي الستريتش ريسبترز رح تشتغل او الميكانو ريسبترز رح تشتغل لحتى تمنع اللنج من انها تنفجر, لانه قاعد الشخص بعمل اكسرسايز وبده يزيد التايدل فوليوم عنده. الحاله الثانيه انه هو اساسا عنده مرض, هذا المرض بخليه يزيد الانسبيريشن. اوكي, فهدول الحالتين او هدول الاكسبشنز مهم اتذكرهم بهاي الميكانو ريسبترز. برضه بيكون امبورتنت بالكرونيك اوبستراكتيف لنج ديزيز. ركزوا, ديزيز chronic obstructive lung disease when lung are more distended. بهدول المرض ان شاء الله هتاخدوهم بسيستم الـ RS بسنة ثالثة. هدول الامراض بيزيدوا اللنج بصير فيها more distended, اللنج اساسا بتتوسع. فبرضو بهاي الحالات او بهاي الامراض بيصير في عندهم activation لهدول الريسبترز لحتى اللنج ما تنفجر. اوكي, وبرضه to inhibit over inflation of lungs زي ما حكينا بتمنع ال over inflation يعني الانتفاخ الزيادة تاع اللنجز لحتى ما يصير الهرم. شو حكينا هاي المعلومة؟
برضو في عندي ريسبتورز الثانيين وهم الأهم، يعني اللي بيشتغلوا بالنورمال، الناس النورمال بدون ديزيز، بدون اكسرسايز زيادة، بدون هذول اللي هم الكيمو ريسبتورز. تمام، هذول أهم من الميكانو ريسبتورز. في عندي الكيمو ريسبتورز زي ما حكينا، في عندي سنترال كيمو ريسبتورز وفي عندي بريفرال كيمو ريسبتورز. هسه البريفرال كيمو ريسبتورز بالدم عادي بالجسم جنرال يعني، تمام، السنترال بالبرين. اوكي، البريفرال كيمو ريسبتورز بدنا نعرف وين موجودين وكيف بيشتغلوا. البريفرال كيمو ريسبتور زي ما من اسمها بريفرال، معناته هي مش بالبرين، هي بالجسم. تمام، طب وين بالجسم؟ في عندي منطقتين، في عندي الكاروتيد بوديز، تمام، موجودين بالكاروتيد ساينس، وفي عندي الارتيك بوديز ار لوكيتد ان ذا ارتيك ارتش. في عندي مكانين، في عندي الارتيك ارتش وفي عندي الكاروتيد ساينس. هذول الكاروتيد ساينس والارتيك ارتش فيهم كاروتيد بوديز وارتيك بوديز. هذول البوديز طبعا البوديز هي aggregation of يعني nuclei أو مجموعة receptors أو هيك يعني، فما يهمكم المسمى كثير أو تشغلوا حالكم فيه. فعندي carotid sinus, aortic arch، هدول فيهم إشي اسمه carotid bodies, aortic bodies، هدول عبارة عن chemoreceptors. تمام، فهما طبعا بريفرال. الكاروتيد sinus وين موجود؟ طبعا موجودين بالكاروتيد artery، أوكي، بينما الaortic arch موجود طبعا بالسي في اس، المفروض خدتوهم يعني بالأورتيك أرتش، هذا الأورتيك بوديز. أوكي، هذول المكانين هم اللي فيهم البريفرال كيمو ريسبتورز. طبعا هذول سنسيتيف لشو؟ سنسيتيف للأكسجين والسي أو 2 والأتش بلس، أي تغيير فيهم بحسوه هذول الريسبتورز. طبعا هم مور سنسيتيف للسي أو 2، مهم تتذكروا مور سنسيتيف للسي أو 2. سمول إنكريز إن سي أو 2 أكتيفيت هير ريسبتورز، activate the receptor and send message to respiratory center in the brain. طبعا احنا عارفين انه respiratory center، مش حكينا اول اشي بعملية الregulation، في عندي controller، في عندي controller موجود بالcenter of the brain، center in the brain، وفي عندي sensor. sensor زي ما حكينا زي هدول مثلا الكيموريسبترز، هم فعليا sensor بيرسلوا impulse لهذا central control بالbrain. وفي عندي الافكترز اللي هم المسلز. فبهاي الحالة بحالة الكيموريسبترز هما شغالين زي وظيفة السنسر. اوكي، فهما مجرد ما حسوا تغيير بالسي او 2، طبعا هما مور سنسيتيف للسي او 2، فاي سمول انكريز بالسي او 2 راح يشغل هدول الريسبتور ويرسلوا مسج للريسبيراتوري سنتر اللي هو الكنترولر، وين موجود؟ حكينا بالبرين، تو انكريز ذا ريسبيريشن. اي تغيير صغير بالسي او 2 زاد السي او 2، حيحسوا هذا التغيير ويرسلوا دغري امبلسز لمين؟ يرسلوا امبلسز للريسبيراتوري، يرسلوا امبلسز للريسبيراتوري سنتر اللي موجود بالبرين. اوكي، حتى يزيدوا الانسبيريشن ريت، لانه حتى يزيدوا الريسبيريشن ريت، لانه انا عندي سي او 2 كثير وبدي اطلعه بالاكسبيريشن. اوكي، فاز وي نو سي او 2 بايند، طبعا زي ما احنا بنعرف السي او 2 مجرد ما لقى اي مي بيرتبط فيها. تمام، لما يرتبط فيها بيكون لي حمض الاتش 2 سي او 3، والاتش 2 سي او 3 هو حمض ضعيف بسرعه راح يتفكك لاتش بلس واتش سي او 3 ماينس. اوكي، فاي زياده بالليفل تاع السي او 2 راح تزيد بالنهايه شو؟ راح تزيد بالنهايه الليفل تاع الاتش بلس، which bind to the receptors and send the message to the brain. تمام، سو من هاي الاشي اللي انا حكيته انه الاتش بلس هي اللي بترتبط بالريسبتور، فشو بنستنتج احنا؟ انه السي او 2 indirectly activate the receptor by اتش بلس ايونز. فإف ذا سي او 2 انكريز الريسبيراتوري سنتر اكتيفيتد اند ذا ريسبيريشن انكريز ان نمبر اند ديبث، CO2 convert to H plus beside the receptors, but plasma H plus have minimal effect on it because H plus cannot cross the blood brain barrier. هسا مهم تتذكروا هاي المعلومة انه ال H plus نفسها اللي بتكون بالبلازما ما بتأثر على هدول الريسبتورز. CO2 نفسها بتيجي بتتحول، تمام، بتتحول ل H plus جنب الريسبتورز هدول، لكن البلازما H plus ما بتعمل effect هذا الإفكت. ليه؟ لأنه البلازما H بلس ما بتعبر البلود برين بارير، ما بتقدر تعبره. تمام، السي أو 2 بيقدر يعبر. أوكي، فبيعبر البلود برين بارير، لكن مش هو اللي بيرتبط بالريسبتر زي ما احنا شايفين هون، ما مش هو بيرتبط بالريسبتر، ال H بلس اللي ناتجة منه هي اللي بترتبط، لكن بعد شو؟ بعد ما يفوت هو من البلود برين بارير. لكن ال H بلس نفسها اللي موجودة بالبلازما حرة ما بتأثر، إلها مينيمال إفكت. مين اللي بيأثر؟ اللي بيأثر تحويلها أو ارتباطها بعد ما يفوت السي أو 2. تمام، عند الريسبيراتوري كنترول سنتر بالبرين. تمام، فخلصنا هاي البريفرال. أوكي، الكاروتيد والأورتيك باديز اللي بيحسوا أي تغيير. تمام،
طبعا هون كاتبين بالعربي زي ما حكينا انه ثاني اكسيد الكربون بحفزها بشكل غير مباشر عن طريق الهيدروجين اللي بينتج منه، بس هذا الهيدروجين بتحول داخل المستقبلات من ثاني اكسيد الكربون، بينما الهيدروجين اللي بالدم ما بيأثر لانه ما بيقدر يدخل الدماغ اصلا زي ما حكينا، ما بيقدروا يدخلوا البلد برين بارير الاتش بلس اللي موجودين بالبلازما، فشو ما كان عندي اتش بلس بالبلازما ما حيأثروا او حيعملوا مينيمال افكت لانهم ما بيعبروا. مين اللي بيعبر؟ سي او 2، فبيفوت جوا البلد برين بارير بعدين بيتفكك بيعطيني اتش بلس، فارتباط الاتش بلس بهذيك المنطقه هو اللي بحفز لي هاي الريسبتورز، يعني الاتش بلس فعليا جايه من السي او 2، فعشان هيك السي او 2 هو اللي له مور افكت مور افكت بهدول الريسبتورز. ليه؟ لأنه حتى الاتش بلس الحرة ما بتقدر، يعني أوكي الاتش بلس هي اللي بالنهاية حترتبط، لكن الاتش بلس الحرة ما حتفيدني. السي او 2 كمية السي او 2 قديش عندي سي او 2 معناته قديش عندي سي او 2 بيقدروا يعبروا البلد برين بارير، معناته قديش عندي سي او 2 بيقدروا يتحولوا لاتش بلس، بهاي الاتش بلس اللي جاية من السي او 2 هي اللي حترتبط مش اللي جاية من البلازما، لأنه اللي من البلازما حرة ما حتعبر البلد برين بارير إلا إذا كانت على شكل سي او 2. تمام؟ نيجي على السنترال كيمو ريسبترز. السنترال كيمو ريسبترز موجودين بالبرين ستيم بالبونز وبالميدالا، هيهم افرجيكم الصوره. في عندي اول شيء في عندي ريسبيراتوري كنترول سنترز ان ذا برين ستيم، في عندي بونز ريسبيراتوري سنتر، وفي عندي ميدالا ريسبيراتوري سنتر. البونز ريسبيراتوري سنترز بيكونوا عباره عن منطقتين هيهم، تمام، وبرضه الميدالا ريسبيراتوري سنتر بيكونوا عباره عن 3 مناطق. تمام، هسه حنحكي عنهم واحده واحده. فالسنترال كيمو ريسبترز لوكيتد ان ذا برين ستيم، وين تحديدا؟ في عندي بالبونز وبالميدلا. اللي بالبونز فيها زي ما حكينا منطقتين، في عندي نيموتاكسيك سنتر، وفي عندي الابنيوستيك سنتر. هذول الاثنين هسه حنحكي عنهم، بس دقيقه اشوف يا رب ما يكون قطع اللايف. الله يعافيك سجا. تمام، خلينا نجي نشرح عن منطقة بهاي البونز. زي ما فرجيتكم بالصورة بالبونز في عندي منطقتين، في عندي نيموتاكسيك سنتر وفي عندي ابنيوستيك سنتر. هدول المنطقتين اللي بالبونز حنشرح عنهم واحدة، هدول عبارة عن سنترال كيمو ريسبترز. النيموتاكسيك سنتر send impulses to dorsal respiratory group بالميدلا and its function as a switch of inspiratory neurons. تمام، هدول النيموتاكسيك سنتر مجرد ما صار لهم تحفيز بيودوا impulses للدورسال respiratory group. هدول الدورسال respiratory group طيب وين موجودين؟ هدول الدورسال respiratory group مش بالبونز، هدول بمنطقة ثانية بالسنترال برين، موجودين بالميدلا اوبلونجاتا. هيهم شايفين هاي الدورسال ريسبيراتوري جروب. هدول الدورسال ريسبيراتوري جروب وظيفه النيموتاكسيك سنتر مجرد ما تحفزت ترسل امبلسز لهم انه وقفي الريسبيريشن، ما تتحمسي، يعني هم زي بيثبطوا الدورسال ريسبيراتوري جروب لحتى يوقفوا يعملوا سويتش اوف للانسبيراتوري نيورونز، وقفي الانسبيريشن. اوكي، بينما الابنيوستيك سنتر طبعا هم بوث ذا مين ريسبيراتوري سنتر بالميدلا only. تمام، هاي بالبونز بالميدلا حكينا اللي بالبونز ثنتين بيرسلوا impulses واحدة بترسل impulses للدورسال respiratory group بتوقفها بتعمل switch off للinspiration. خلينا نيجي نحكي، خلصنا عن البونز، خلصنا عن اللي فيهم، نيجي نحكي عن الميدلا أوبلونجاتا. الميدلا أوبلونجاتا زي ما شفنا بالصورة هي المين، طبعا مهم نتذكر انها المين ريسبيراتوري سنتر، المين ريسبيراتوري سنتر موجودين فيها بالميدلا اوبلونجاتا. طبعا بتحتوي زي ما حكينا من شوي على دورسال ريسبيراتوري جروب، وفيها كمان الفنترال ريسبيراتوري جروب. اوكي، نيجي نحكي عن الدورسال ريسبيراتوري جروب. الدورسال ريسبيراتوري جروب زي ما شفناها بالصوره هيهم اختصارهم دي ار جي، هيهم الدورسال ريسبيراتوري جروب. اوكي، الدورسال ريسبيراتوري جروب هي الريسبيراتوري بيس ميكر فور نورمال ريسبيريشن. هاي المعلومه جدا مهمه يا جماعه، مين الريسبيراتوري بيس ميكر للنورمال ريسبيريشن، انه يضل عندي نورمال ريسبيريشن بشكل دائم. تمام، مين هم؟ هم الدورسال ريسبيراتوري جروب. اوكي، فهم البيس ميكر، يعني زي البيس ميكر هم اللي بيشغلوا النورمال ريسبيريشن عادي اللي ما بحس فيه انا اصلا، يعني نورمال انكونشس ما بكون حاسه فيه، هم البيس ميكر لإله. مين هم؟ الدورسال ريسبيراتوري جروب. بالريستنج ستيت اتس ريسبونسبل فور جنريتنج اكشن بوتنشال تو ذا انسبيراتوري مسل زي الديافرام تو ميك ذا كونتراكشن اند انكريز ذا ثوراسيك كافيتي، فبصير في عندي نورمال كويت انسبيريشن. اذا الدورسال ريسبيراتوري جروب هي البيس ميكر للنورمال ريسبيريشن،
ترسل امبلسز لحتى بالنهايه تعمل لي النورمال كويت انسبيريشن، هي اللي مسؤوله عن النورمال كويت انسبيريشن اللي انا اساسا ما بكون حاسه فيه. اوكي انهبيشن، لما اعمل انهبيشن لها للدورسال ريسبيراتوري جروب، هذا الاشي بيعمل ريلاكسيشن للانسبيراتوري ماسلز زي الديافرام، لانه هي مسؤوله انها طبعا الدورسال ريسبيراتوري جروب زي ما حكينا نورمال كويت انسبيريشن، فهي بترسل النيورونز للانسبيراتوري ماسلز وبتشغلهم بتخليهم يعملوا كونتراكشن. فانا لما اثبط هاي الدورسال ريسبيراتوري جروب شو حيصير؟ هذول النيورونز اللي رايحين على الانسبيراتوري ماسلز لحتى يعملوا لي نورمال كويت انسبيريشن، هم بتتذكروا نورمال كويت انسبيريشن، شو حيصير فيهم؟ ما حيعمل contraction، حيصير فيهم relaxation. فrelaxation هذا الاشي حيعمل لي elastic recoil of inspiratory muscles، بالتالي عندي normal quiet passive expiration. اذا بتتذكروا normal quiet passive expiration مين اللي بيكون مسؤول عنه؟ اللي بيكون مسؤول عنه فقط relaxation، ما بدها ATP، relaxation. okay؟ فهي مسؤولة عن تحفيزها بيعمل لي normal quiet inspiration، بينما تثبيطها بيعمل لي normal quiet passive expiration. اوكي طبعا بتعمل لي من 12 ل 15 electrical signals each minute، اللي هو normal breathing rate، يعني احنا كبشر بالدقيقه بنتنفس او بنعمل inspiration و expiration من 12 ل 15 مره، فطبيعي انها تعمل impulses او electrical signals 12 ل 15 مره بالدقيقه. and this is the normal respiratory rate، وهذا هو normal respiratory rate. It controls the rate and magnitude of the breathing by controlling the frequency of stimulation. تمام، مهم نتذكر كيف يعني هاي الجملة، ايش بتعني هاي الجملة؟ بتعني انه هاي الدورسال ريسبيراتوري جروب مش حكينا بترسل نيورونز اور امبولسز ل الانسبيراتوري ماسلز لحتى تعمل لي نورمال كويت انسبيريشن. طيب هي بترسل بالعادة بالوضع الطبيعي من 12 ل 15 الكتريكال سيجنالز، تخيلوا انها بترسل اكثر، صارت هيك تحفزت بشكل زيادة، صارت ترسل مثلا 20 electrical signals، بهاي الحالة شو عملت؟ زادت الريسبيراتوري ريت، فهي بتتحول بالريت والماجنيتيود للبريذنج، انا قديه بتنفس بالدقيقة بتزيد الريسبيراتوري ريت او بتقلله، فهي هي بتعمل كنترول لهذا الاشي اللي هو الريت والماجنيتيود للبريذنج by controlling the frequency of stimulation، قديه تعمل stimulations 12 ل 15 مرة ولا اكثر، فبتحدد الفريكوانسي بالتالي بتحدد الريت والماجنيتيود للبريذنج. اوكي Note, contract the diaphragm muscle which is sufficient to make an inspiration. هي بتعمل contract للdiaphragm muscle، ما هي أساسا شو حكينا بترسل neurons للinspiratory muscles بتحفزهم، فبتعمل لهم contraction to make a contraction. هي بتعمل contract للdiaphragm muscles اللي هي من الinspiratory muscles which is sufficient to make an inspiration. نيجي نحكي عن الventral respiratory group. الventral respiratory group for active forceful respiration when doing exercise. مهم تتذكروا هسه الدورسال ريسبيراتوري جروب كانت تعمل نورمال كويت انسبيريشن، وتثبيطها بيرخي عضلات الانسبيريشن، بالتالي بيعمل نورمال كويت اكسبيريشن، فهي مسؤوله عن الوضع النورمال بدون اي فورسفول، بدون اي جهد مني انا كانسان. لكن الفنترال ريسبيراتوري جروب اللي موجوده قدامها بالمدله مسؤوله عن الاكتيف فورسفول ريسبيريشن، انا بدي اعمل اكتيف forceful respiration. ومتى هذا الاشي بيصير؟ when doing exercise، يعني لما يجي يحكي لك حدا قاعد بيعمل exercise مين اللي بيكون شغال عنده؟ مهم تتذكروا يعني هسا حاليا وانتم معي متابعين معي، مهم تتذكروا انه الventral respiratory group شغالة. اوكي هو في اشي تاني شغال بيكون اللي هي كمان الدورسال بتكون شغالة، بس هسا وانتم معي ركزوا انه مجرد ما يحكي doing exercise مهم تتذكروا معناته اكيد الventral respiratory group شغالة بغض النظر مين شغال معها. اوكي فit stimulate both، تحفز both the inspiratory والexpiratory group muscles to increase both depth and rate. تحفز الاثنين the inspiratory والexpiratory group muscles. الدورسال كانت تحفز مين؟ كانت تحفز وتثبط بس the inspiratory muscles اللي هي الديافرام. إذا حفزتها بتعمل لي normal quiet inspiration، إذا ثبطتها بتعمل لي normal quiet expiration، بينما the ventral respiratory group بدها تعمل forceful respiration، فهي هتحفز both the inspiratory والexpiratory group muscles، على عكس الدورسال respiratory group اللي قبلها اللي كانت بس تشتغل على الinspiratory muscles. تمام، هون لا بدي أشغل الاثنين لأني بدي أعمل forceful respiration. اوكي فبتحفز both the inspiratory والexpiratory group muscles to increase both depth and rate. So this will lead to active inspiration. تمام، ف voluntarily increase the depth of breathing
طبعا بشكل voluntarily increase the depth of breathing lead to send a message to the ventral center and lead to activate muscle contraction and relaxation. يعني مش بس بالexercise, يعني أنا كمان أنا قاعدة وحكالي رايحة مثلا عند الدكتور وبدو يفحص البريذينج عندي, حكالي زيدي اعملي voluntarily انت نفسك زيدي الدبث تاعك للبريذينج, تنفسي بعمق. تمام, فبهاي الحالة أنا مين اللي راح يشتغل؟ أنا لما أبلش أعمل هيك, تمام, قبل اللي أبلش أعمل هيك تندرس الامبلسز لهاي الفنترال ريسبيراتوري جروب. ليه؟ لاني انا بدي اعمل ازيد الدبث للبريذنج. مين اللي بزيد الدبث والريت؟ الدبث والريت مع بعض الفنترال ريسبيراتوري جروب, لانه انا ما بدي اتنفس بشكل نورمال, انا بدي ازيد الدبث للبريذنج. فهذا الاشي بعمل برسل لي مسج للفنترال سنتر, تمام, and lead to activate muscle contraction and relaxation, لاني بدي ازيد الدبث, ما بدي اعمل اشي نورمال. النورمال مسؤول عن هذا مين حكينا؟ الدورسال. الفنترال لما بدي ازيد الريسبيريشن سواء الدبث او دبث اند ريت مع بعض. تمام, when you prepare for doing exercise the joints and muscles send a message to the ventral center and increase the rate and depth of respiration. يعني كمان انا لما اجي اعمل اكسرسايز, ما هي الاكسرسايز هي اللي بتشغل لي هاي الفنترال ريسبيريتوري جروب, صح؟ فانا لما بدي اجي اعمل اكسرسايز هاي الامبلسز اللي بدها تروح لي على الفنترا, لما اجي اعمل اكسرسايز انا بدي ازيد الريت اوف ريسبيريشن. ليه؟ لانه بدي اكسجين اكثر, لانه عضلاتي قاعده تستهلك اكسجين, فانا بدي نفس اكثر. تمام, فمين اللي بهاي الحاله بيخبر الفنترال ريسبيريتوري جروب انه انا هون عم بعمل اكسرسايز رجاء زيدي الدبث والريت للريسبيريتوري بروسيس؟ مين هم؟ الجوينتس والمسلز اللي هم بيشتغلوا بالاكسرسايز بيرسلوا لي امبلسز, لانه يعني خبروها انه رجاء نزيدي هاي الريسبيراتوري. طبعا هاي الرسمه فيها هيك تجميع على المواضيع اللي حكيناها من شوي, تمام, قرؤوها. So normal inspiration and expiration, لاحظوا normal inspiration and expiration يعني quiet, normal quiet, inspiration and expiration mean dorsal respiratory center. طب بدي اعمل active forceful inspiration and expiration, active forceful مين بدي اشغل؟ both dorsal and ventral groups. هذا اللي كنت احكي لكم اياه من شوي. ما حتشتغل الventral respiratory group لحالها وخلص هي كافيه, no, اي حركه. يعني انا بكون اساسا الدورسال ريسبيراتوري جروب ايش حكينا؟ ما هي اساسا للنورمال كويت, يعني انا قاعده ريستنج انكونشس قاعده بتنفس. هاي الحاله الريستنج انكونشس دائما موجوده عندي, فدائما الدورسال شغاله, الدورسال ريسبيراتوري جروب شغاله. تمام, فلما بدي اجي اعمل فورسفول, تمام, انا فعليا انا كنت اتريست, ففعليا الدورسال شغاله وحتضل شغاله دائما. فلما بدي اجي اعمل فورسفول راح تيجي زياده عليها الفنترال جروبس. اوكي, هيك بتضل ببالكم ما بتنسوها, لانه الدورسال اساسا هي شغاله دائما, هي بتعمل لي النورمال كويت. فجاه انا قررت اعمل اكسرسايز حتضل الدورسال شغاله وحتزيد عليها الفنترال ريسبيراتوري جروب. اوكي, هاي المعلومه مهمه. كمان نيجي نحكي عن تاثير السي او 2 والبي اتش والاو 2 على الريسبيريشن واحده واحده. تمام, الاو 2 سي او 2 اتش بلس افكت ريسبيريشن, بس سي او 2 هاز ذا سترونجست افكت ذن اتش بلس. مهم نتذكر انه CO2 has the strongest effect. طب هتحكوا لي, طب ما نرمين حكيت لنا الاتش بلس هي اللي بتنطبط بالريسبتر, ليه ما تكون هي السترونجست افكت؟ طب ما حكيت لكم اللي كنا نحكيه بالبريفرال كيمو ريسبترز انه CO2 هو اللي بيحدد لي اساسا, هو الاساس, هو الاساس, لانه هو اللي بيعبر البلود برين بارير. فهو الاساس, اوكي حيتحول لاتش بلس, والاتش بلس راح ترتبط, لكن حتى لو كان عندي مليون فري اتش بلس بالبلازما ما حترتبط لانها ما راح تعبر البلاد برين بارير. فلوجيكلي بالمنطق لازم يكون عندي هاي ليفل اوف سي او 2 لحتى تفوت هي بالاول على البلاد برين بارير بعدين تتحول لاتش بلس وتروح. فلو ما عندي سي او 2, سي او 2 هي اللي لها السترونجست افكت. حتى لو عندي مليون اتش بلس بالبلازما ما راح يقدروا يعبروا ولا راح يقدروا يعملوا افكت بهدول الريسبيراتوري, بهدول الكيمو ريسبترز, ولا راح ياثروا. ليه؟ لانهم ما بيعبروا البلاد برين بارير. فالسترونجست افكت مين؟ السي او 2. مهم تتذكروا هاي المعلومه. فالاتش بلس برضو هاي معلومات عنه stimulates the peripheral chemoreceptors زي ما حكينا more than central one. يعني الاتش بلس شغلها بالperipheral chemoreceptors بيكون اكثر بالcentral one in the brain. طبعا ليه؟ لانه حكينا ما بتقدر تعبر blood brain barrier, هذا الاشي بيعمل prevent الاتش بلس from entering the brain. CO2 passes to the brain من خلال blood brain barrier زي ما حكينا, فبيرتبط بالماء بيعطيني H2CO3. H2CO3 هو حمض ضعيف رح يتفكك ل H plus و HCO3 minus. ال H بعدين بترتبط strongly to the central chemoreceptor and stimulate more breathing in order to increase respiration and decrease CO2 levels. يعني CO2,
تمام بتكون بالدم، حكينا هي السترونجست افكت، تمام ترتبط مع مي بتعطيني حمض ال H2CO3 بيتفكك ل H بلس و HCO3 ماينس، تمام برضو مش كل ال HCO2 اللي بدمي حيصير فيها هيك، يعني جزء منها حيتحول ويتفكك وجزء حيضل CO2. هسا اللي تفكك اعطاني H بلس، هاي ال H بلس حتى لو تفككت بالبلازما ما رح تقدر تفوت، حتى لو هي جاية من CO2 ما رح تقدر تعبر البلود برين بارير، فهي حيكون تأثيرها الأكبر وين؟ على البريفرال كيموريسبترز زي ما هو مكتوب هون، حتأثر على البريفرال كيموريسبترز أكثر من السنترال، ولا إنها ما رح تقدر تعبر، أوكي؟ حتى لو إنها جاية من CO2، لكن باقي CO2 اللي ما تفكك حيفوت على من البلود برين بارير، حيفوت على البرين، حيتحول ل H بلس، وال H بلس هناك اللي تحولت بعد ما فات CO2 هي اللي حترتبط بال بهاي الكيموريسبترز، فتأثير ال H بلس تمام على البريفرال أكبر لأنها بسهولة، هي ما بدها، ما في بلود برين بارير يمنعها، هي مفككة وموجودة بالبلازما بشكل حر بترتبط بهاي الكيموريسبترز وبتحفزهم، لكن ما راح تقدر تعبر البلود برين بارير إلا لحتى يفوت CO2 ويتفكك هو هناك وينتجها وبعدين تروح ترتبط، أوكي؟ فتأثيرها الأكبر بيكون على البريفرال، بينما CO2 هو السترونجست إفكت إن جنرال، تمام؟ بعدين ال H بلس لأنه هي جاية منه وهي اللي بتعمل الإفكت فعلياً، تمام؟ خلصنا نيجي على تأثير CO2 when partial pressure لCO2 increase it will affect both peripheral and central chemoreceptors زي ما شرحنا من شوي peripheral weak effect so inside the carotid body طبعا هون خلصنا حكينا عن H plus هاي كلها عن H plus اللي جاية من CO2 أو H plus اللي موجودة already بالبلازما تمام نيجي نحكي عن CO2 نفسها اللي مش مفككة CO2 مش مفككة CO2 ما تفككت ل H بلس تمام ما ارتبطت بمي وتفككت ل H بلس هي نفسها ك CO2 شو بتعمل قبل لا تتفكك هاي CO2 نفسها البارشل بريشر لها لما يزيد it will affect both peripheral and central chemoreceptors as that كيف حتأثر بالبريفرال لها weak effect هي نفسها ك CO2 ك CO2 نفسها لها weak effect so inside the carotid body جوا الكاروتيد بودي او الاورتيك بودي يعني البريفرال يعني جوا الكاروتيد بودي بتتحول ل H بلس and stimulate respiratory center in medulla oblongata يعني ما رح تقدر ترتبط هي مع هاي الريسبترز فإلها weak effect تتحول بعدين بترتبط وبتحفز المدلة oblongata بهذا الكاروتيد بودي هي نفسها إلها weak effect بالبريفرال تمام بالمدلة respiratory center جوا المدلة respiratory center يعني جوا البرين نفسه مش بريفرال مجرد ما زاد البارشل بريشر للCO2 هذا الاشي رح يعمل more H plus which stimulate both ventral and dorsal groups both الاثنين ليش؟ حتى يزيد الـ respiration process in order to decrease the CO2 level فانكريز CO2 level chronically بشكل مزمن هذا الاشي رح يعمل inhibition للـ respiratory center instead of activation when partial pressure للCO2 increase من 70 ل 80 مليمتر زئبقي this will lead to increase H plus رح يزيد ال H plus which will decrease the pH and lead to acidosis and depression of respiratory centers طيب كيف يعني هذا ايش الملخص الملخص اللي بدي اوصلكم اياه انه CO2 كCO2 نفسها لها weak effect على البريفرال اوكي ممكن ترتبط بالريسبترز لكن weak effect تمام فجوه الكاروتيد بودي لازم تتحول ل H plus بالنهايه بدها تتحول ل H plus لحتى تقدر ترتبط باي ريسبتر سواء بريفرال ولا سنترال فبالبريفرال زي الكاروتيد بودي بتتحول ل H plus weak effect بتعطي شويه effect يحفز الريسبيراتوري سنتر بالميدلا اوبلونجاتا لكن بالميدلا الريسبيراتوري سنتر يعني جوه البرين جوه السي ان اس هذا الزيادة بالCO2 level رح ينتج لي أكثر H plus تمام؟ هاي ال H plus اللي بالميدلري respiratory center حترتبط بالبوث ventral and dorsal groups ليش؟ لأنهم هدول مسؤولين عن زيادة الدبث والريت للrespiration لحتى أنا أتخلص من CO2 level فمجرد ما زادت عندي CO2 بتتحول ل H plus سواء peripheral أو central زي الميدلري respiratory center بالجهتين لكن peripheral بيكون weak effect بالميدلري ريسبيراتوري سنتر بيكون الافكت شوي اقوى تمام او مش شوي اكثر لانه بتحفز لي البوث الفنترال والدورسال جروبس لكن تمام لكن هسه احنا عارفين السي او 2 ليفل مجرد ما زاد بالنهايه شو حيصير في عندي الريسبيراتوري سنتر لازم يتحفز لحتى ازيد الريسبيريشن صح لكن زي ما بيحكوا كل شيء ان زاد عن حده بيقلب ضده لما يزيد السي او 2 ليفل كرونيكلي بشكل مزمن او لوقت جدا طويل زياده كبيره هذا الاشي بدل ما يحفز الريسبيراتوري سنتر رح يعمل انهيبيشن للريسبيراتوري سنتر انستد اوف اكتيفيشن حينقلب ضده تمام زي المثل ما حرجع اعيده يعني كل شيء زاد عن حده بينقلب ضده رجعت عدته برضه
فالبارشل بريشر للسي او 2 متى هذا الشيء بصير؟ متى يعني ايش متى لما يكون عندي سي او 2 ليفل كرونيكلي؟ متى بحدد انه بهاي المرحله خلاص السي او 2 مش قاعد بيسيطر على الريسبيراتوري سنتر ولا بيعمل له اكتيفيشن، قاعد بيعمل له انهيبيشن، بالعكس يعني بيزيد الوضع سوء، يعني زاد الطين بله، بدل ما انا بدي ازيد الريسبيريشن هو قاعد بقلل فيه بدل ما هو يزيده. طب متى انا بوصل لهاي الحاله؟ لما البارشل بريشر للسي او 2 يزيد عن 70 ل 80 ملم زئبق. بهاي الحاله بصير في عندي شيء اسمه اسيدوسيس، والاسيدوسيس از اسيدوسيس بيعمل لي ديبريشن للريسبيراتوري سنترز. مهم تتذكر الرقم من 70 ل 80 ملم زئبقي. نيجي على تاثير الاو 2 از اكسجين، تمام؟ بالبريفيرال هو الاكسجين نفسه استيميوليتد اونلي، بيحفز البريفيرال اونلي وين ات از فول ليس ذان 60 ملم زئبقي. الاوتو ديزولف ان بلازما ذات ميك ذا بارشل بريشر، زي ما حكينا بالمحاضره الماضيه الاوتو اللي ذائب، الذائب بالبلازما اللي قيمته 2% فقط من كل الاوتو اللي موجود بالدم، هذا الذائب هو اللي بيعمل البارشل بريشر. البارشل بريشر اذا قل اكثر من 60 ملم زئبقي، قل اقل من هيك، تمام، هون بيحفز الاوتو البريفيرال، بيحفز البريفيرال او بيكون في له افكت على البريفيرال، تمام؟ لانه احنا عارفين بالنورمال، النورمال انه يكون 100 ملم زئبق الضغط تاع الاكسجين، صح؟ بالمحاضره الماضيه حكينا لما يقل عن 60، تخيلوا يعني هو تاثيره شوي ضعيف، يعني بده يوصل لاقل من 60 لحتى يحفز البريفيرال. اوكي، مهم تتذكروا الرقم هون. اذا 70 ل 80 سي او 2 بارشل بريشر، هون بدل ما يعمل السي او 2 اكتيفيشن للريسبيراتوري سنتر، ايش بيعمل؟ ديبريشن لهذا الريسبيراتوري سنترز. بينما الاكسجين ما بيأثر على البريفيرال، تمام، الا اذا نزل ضغط الاكسجين عن 60، لانه بالعاده 100، تمام. مهم تتذكروا الارقام. طب افكت للاوتو بالسنترال، الافكت للاوتو بالسنترال بيعمل ديبريست ذا سنترال كيمو ريسبتور وين ديكريز بيلو 60. نفس الفكره، اذا قل تحت ال 60، تمام، بيعمل ديبريشن للسنترال سنترال كيمو ريسبتورز. ات ذا هاي، يعني لما يكون لما اكون انا بمرتفعات، تمام، ل 5 كيلومتر، الاكسجين ليفل ويل فول اند ذا هيومن بودي كانت توليريت ذس ديكريز ان اكسجين. يعني انا از هيومن لو طلعت 5 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، انا ما بقدر اتحمل نقصان الاكسجين بهاي النقطه، لانه الاكسجين ليفل راح تنزل بشكل مش طبيعي، ما حيكون عندي اكسجين كثير بهاي المناطق اللي اكثر من 5 كيلومتر، تمام. clinical correlation CO poisoning، طبعا CO كلنا عارفينه اول اكسيد الكربون، هو غاز، تمام، له affinity to bind hemoglobin 100 مره اكثر من الاكسجين، متخيلين؟ so when CO present in the room people will die because the brain monitors the dissolved O2 in plasma which is not affected by CO not that bind to hemoglobin. so O2 hemoglobin levels decrease until the patient die without any reaction from the brain. شو اللي بيصير هون يا جماعة؟ ليش الناس اللي بيتركوا الصبات عندهم شغالة بالغرفة بيصحوا الصبح بيلاقوهم ميتين، حتى ما يعني حتى ما بيصدروا صوت انهم قاعدين بينخنقوا مثلا؟ ليش؟ لانه البرين ما بيكون تحفز اساسا. هسا احنا حكينا البرين عمين بيرد بالنسبة للأكسجين، بالنسبة للأكسجين الإفكت للأكسجين على البريفيرال مين بيكون؟ بيكون الاوتو اللي ديزولد بالبلازما، اللي ديزولد بالبلازما اللي هو 2%، صح؟ هذا 2% شو اللي بيصير فيه بالناس اللي تسممت بالاكسجين باول اكسيد الكربون؟ ما بيتاثر. ليش؟ لانه اول اكسيد الكربون بيرتبط 100 مره اقوى من الاكسجين على الهيموغلوبين نفسه، بيرتبط على الهيموغلوبين، بالتالي ما حيأثر اساسا على تركيز الاكسجين الذائب بالبلازما، لانه هو رايح رابط على الهيموجلوبين، يعني هو مش قاعد بيكسر اكسجين ولا قاعد بخلص لي الديزولفد اكسجين بالبلازما ولا قاعد بيعمل شيء بالديزولفد اكسجين اللي موجود بالبلازما، هو رايح ورابط على الهيموجلوبين، بالتالي ما ترك مكان للاكسجين الطبيعي انه يعمل ارتباط على الهيموجلوبين، تمام. فهو 100 مره اقوى من الاكسجين بالارتباط على الهيموجلوبين، فهو بيرتبط هناك، تمام، ما بيأثر على الديزولفد اكسجين بالبلازما، لانه الاكسجين بالبلازما اساسا مش مسموح انه يذوب اكثر من 2%، تمام، ما حيأثر عليه لانه اساسا بيرتبط على الهيموجلوبين، تمام، ما بيذوب، ما بيأثر على ضغط الاكسجين الذائب، تمام، ما بيقلله لانه هو ما ذاب بالبلازما، هو راح ارتبط على الهيموجلوبين، بالتالي ما أثر على ضغط الأكسجين الذائب بالبلازما اللي هو أساساً بيحفز البرين إنه يحس إنه في تغيير عندي. فلما ما أغير أنا بهذا الديزولفد أكسجين اللي بالبلازما، حيموت الإنسان بدون ما يحس، لأنه التشو تاعونه مش قاعد بيوصلهم أكسجين، لأنه الـ CO
عامل بايندينج على الهيموغلوبين بشكل 100 مرة أقوى من الأكسجين، تمام؟ وبرضو الأوتو اللي ديزولد بالبلازما مش متأثر، لأنه هو ما مش قاعد بيأثر عليه فعلياً، هو رايح رابط على الهيموغلوبين، مش صايبه أساساً ولا مقرب له، فالبرين ما حيحس بالتغيير، لأنه زي ما حكينا البرين بيحس بس للديزولد أكسجين، البارشل بريشر للأكسجين اللي هو عبارة عن الديزولد. فكونه ما تأثر البرين ما حيحس إنه في تغيير، التشو ما حيوصلها أكسجين لأنه مكانها لأنه مربوط سي او بدالها على الهيموغلوبين، ما حيوصلها تشو، بالنهاية الإنسان حيموت بدون ما يحس حتى إنه قاعد بنخنق. أوكي، لأنه البرين هو اللي بيخليه يحس إنه قاعد بنخنق، مثلا لما حدا يجي يضيق عليه يقعد بمكان ضيق، هو فعليا الدماغ بيحس إنه في إشي، لكن هو فعليا هون البويزنينج بيصير لأنه بيرتبط على الهيموغلوبين، ما بيأثر على البارشل بريشر للديزولد أكسجين، تمام؟ فما بيكون حاس. هون بالعربي إنه نفس ما حكينا، لما نترك صوبة الغاز مفتوحة عند أولاد صغار بغرفة مغلقة بيرتفع عندهم غاز أول أكسيد الكربون اللي حيرتبط بدل الأكسجين مع الهيموغلوبين، لأنه حب ارتباطه زي ما حكينا أكبر بكثير بـ100 مرة. لكن الدماغ ما حيكتشف هذا الانخفاض، لأنه الدماغ زي ما حكينا بفحص بس الأكسجين الذائب اللي بشكل من 2-3%، هذا ما بتأثر من تسمم أول أكسيد الكربون. فبعد فترة قليلة راح يموت الطفل بدون أي إحساس. ليه؟ لأنه الجسم ما راح يحس إنه في عندي سي أو رابط على الهيموغلوبين، لأنه أساساً ما بيحس فيه، بيحس بالأكسجين ليفل الديزولد، وهذا السي أو ما بيأثر، يعني هو خبيث فعلياً، ما بيلعب بالأكسجين الديزولد، بيروح بيرتبط على الهيموغلوبين، فما بيأثر على الديزولف، ما بيخلي البرين يحس عليه انه موجود اساسا، تمام؟ هذا التابل بيحكي لي عن الانفلونس اوف كيميكال فاكتورز اند ريسبيريشن، نفس ما حكينا فوق بس شويه اعاده، تمام؟ انه مثلا الاوتو بالارتيريال بلود لما يقل الافكت على البريفرال كيمو ريسبتورز، راح اونلي زي ما حكينا لما يقل اقل من 60 مليمتر زئبقي، وهي بتكون ايمرجنسي ميكانيزم. بينما الـ CO2 لما يزيد بالأرتيريال بلود راح يزيد الـ H بلس بالنهاية بالإكستراسيلر فلويد بالبرين، فراح يعمل لي ويكلي ستيمولات البريفرال كيمو ريسبتورز زي ما حكينا، ويكلي CO2 ويكلي على البريفرال. بينما الـ H بلس بالأرتيريال بلود راح يعمل ستيمولاشن حقيقي للبريفرال كيمو ريسبتورز، وإمبورتنت بالأسيد بيس بالانس، تمام؟ نفس الإشي بالسنترال كيمو ريسبتورز، ارجعوا عيدوهم نفس اللي شرحناهم. وهيك بنكون خلصنا المحاضرة، وإن شاء الله أني ما طولت عليكم 38-47 دقيقة، لهيك الناس الطوال كثير بيختنقوا. أسير أنت بتطخي علي بالعقل على فكرة يعني، تمام، شكرا. يلا يعطيكم العافية، ما بدي أطول، وإن شاء الله ما قصرت معكم بالأرأس، طولت عليكم بآخر بارت، بس يلا مش مشكلة، هي خلصناه ومش نازل إشي لحد هسه.